يطول شعركن مثل السحر وبوقت قياسة. فيني رشوا على شعري، رح أمشي وريحة شعري رح تكون حلوة. أهم شيء أنه تغلي ما بين 5 دقايق للسبع دقايق. هلو يا حلوين، أنا يارا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة على قناة جمالوكي. إذا عندكم مشكلة بشعركم، سواء كان شعركم ما عم يطول، عم بيعذبكم، عم بيقصف، عم يتساقط، فأنا بحلقة اليوم عندي الحل لكم، وحل ما رح ياخد منكم وقت، يعني حتى إذا ما عندكم وقت كرمال تقعدوا تطبقوا ماسكات وتطبقوا زيوت، حل على السريع، على الماشي وبمكون واحد. يا حلوين رح يطول شعركم مثل السحر وبوقت قياسي. هالمكون يا حلوين هو القرنفل. اي نعم، هيدا المكون اكيد 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 اذا انتم موجودين ببيت عربي فهو بكل بيت عربي موجود، لانه انا من انا وصغيره بشوف ماما دائما بتستخدمه مع الطبخ، بتستخدمه بالزيت مع الدجاج كرمال ما تطلع ريحه الدجاج قويه، بشوف ماما بتحطه مع الرز، فدائما دائما هيدا المكون موجود عندنا بالطبخات، وريحتهم ريحتهم عن جد كتير طيبة. يعني أنا دايما كنت استغرب ليش ماما تحط هيدا المكون مع الطبخات، بس لما كنت أسألها كانت تقلي أنه أول شيء بيشيل أي ريحة مش مرغوب فيها بالطبخة، وأيضا أنه إله كتير فوائد على الجسم تبعنا. بس يلي ما كنت بعرفه أنه هيدا المكون الصغير إله هالقد فوائد على شعرنا. هيدا الشيء بيرجع لأنه هيدا المكون بيحتوي على مادة الأوجينول، وهيدي المادة من شأنها أنها تحرك الدورة الدموية بفروة الرأس لما تلمسها. طب رح تقولوا لي شو يعني إذا تحركت الدورة الدموية بفروة الرأس؟ هيدا الشيء بيعني إنه في دم عم يتدفق على فروة الرأس، وهيدا الدم محمل بالأكسجين والفيتامينات يلي فروة رأسنا بتحتاجها. يعني بدل ما نحنا نقعد ناخد فيتامينات وناخد أدوية وهيدي الأدوية تعملنا ردود فعل مش كتير منيحة ومش مرغوب فيها، فبكل بساطة لما نحنا نجي نرش هيدا المكون أو نطبقه على فروة الرأس رح يعطينا هيدا الأفكت بدون أي سايد أفكت على جنب. وأحلى شي بوصفة اليوم إنه رشوا ومشوا. بالعادة على قناة جمالوكي شفتوا قدي أنا بساعدكم بوصفات للشعر، وكلهم أنا بجربهم شخصياً على شعري، بشوف نتيجتهم وبيجي بخبركم عنهم. بس دايماً دايماً المكونات بتكون مثلاً مكونات مثل البصل، مثلاً ماسك البصل أنا كتير كنت بحبه، ولكن في شغلة صغيرة إنه معقول البصل ما فينا نتركه على شعرنا ونمشي فيه بين الناس، لازم نغسله. أما هيدا المكون رائع يا بنات، لأنه بكل بساطة فيني رشه على شعري، رح أمشي وريحة شعري رح تكون حلوة. خلينا نبلش بالخطوات العملية كرمال تقدروا تحصلوا على وصفة القرنفل وتطبقوها بهذا الشكل على الشعر. الخطوة الأولى هي إنه بدنا طنجرة مش كتير صغيرة مش كتير كبيرة، يعني تقريبا وسط حسب الكمية اللي انتو بدكم تكونوا عم تعملوها، فيكن تضيفوا كاستين ماي عليها. هلأ أنا بفضل إنكم تخلوا الكميات صغيرة كرمال تقدروا تحصلوا على هيدا الخليط بشكل فريش، ولكن الموضوع بيرجع لكم إذا انتو حابين خلاص تريحوا راسكم، فهيدي الوصفة فيكن تستخدموها على مدة تقريبا أسبوعين لثلاث أسابيع وتضلكن عم تحصلوا على النتيجة الحلوة منها. هلأ خلونا نمشي بكمية إنه عم نحط كيستين مي، فبضيف كيستين مي على النار وبحط لكل كيستين مي 3 ملاعق من القرنفل. طبعاً أول شيء لازم إنه تغلي المي، نحطها على نار عالية ومن بعدها منضيف القرنفل لما تكون بلشت تغلي المي. لما تضيفوا القرنفل فيكن إنكم تغطوا الطنجرة، حتى فيكن إنكم ما تقعدوا حدا بهذا الوقت يلي هي عم تغلي فيه، ولكن أهم شيء إنه تغلي ما بين 5 دقايق للسبع دقايق. أول ما تبلش تغلي الطنجرة وتحطوا القرنفل رح تشموا الريحة قدي بتعقد، يعني لدرجة انه حتى انا وعم بعملها يعني ماما كانت عم بتقلي انه فيك تبخري فيها البيت على قد ما الريحة كانت حلوة. من بعد ما غلى القرنفل رح تكونوا عم بتشوفوا انه اللون عم يتغير، اللون هيك عم بيميل على ذهبي اشقر بني، فهون بنعرف انه نحنا الخليط اخذ الغلوة المضبوطة اللي هو بده اياها. منخفف النار لمدة دقيقة تحته، ومن بعد ما نكون خففنا النار اكيد بدنا نشيل الخليط عن النار. بتتركوا الخليط لحتى يبرد على الاخر، ما تتهوروا وتشيلون ودغري تصبون لانه رح تحرقوا ايديكم، صدقوني انا كثير حرقه ايدي بوصفات، كرمال هيك عم خبركم اتركوه لحتى يبردوا، ما نكون ابدا بعازي انكم
تصبون هن وعم يغلوا، حتى فيكم تحطوهم بالبراد. انتم بتحتاجوا بهيدي المرحله لمصفاي تكون كتير رقيقه، ما تكون بينزل من نار فتافيت، لانه في هيك مثل فتافيت صغار رح ينزلوا مع القرنفل، فبحاجه لمصفاي رقيقه مثل ما قلت لكم. بتصفوا الخليط على طاسه كاسه، او فيكم حتى دغري تصفون على المرشق اذا عندكم هيك مثل القمع يقدر يساعدكم انكم تعملوا هيدا الشيء، ولكن اذا ما عندكم انا ما كان موجود معي، فصفيتهم على كاسه بالاول ومن الكاسه نقلتهم على المرشق، وهيدي هي النتيجه. هلا صاروا بالمرشق، هيدا المرشق بتقدروا تلاقوها باي محل بالسوق. اذا ما لقيتوا هيدا المرشق فيكم بكل بساطه اي قنينه بارفان عندكم بالبيت، اي شيء مثلا له مرشق، مهم تنظفوها كثير 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 منيح، لانه ما بدكم رواسب بالبارفان او اي شيء تختلط مع هيدا الخليط لتاخذوا النتيجه 100%. وبكل بساطه صارت موجوده معنا هون. هلا بشيل وبرش من الجذور للأطراف. مثل ما قلت لكم بالأول، هيدا الخليط بيشتغل على فروة الرأس ليحرك الدورة الدموية فيها. لازم يلامس فروة الرأس وما تعتلوها، ما رح يزيد الشعر، ما رح يلبت، ما رح تصير ريحته مش حلوة، بالعكس الريحة بتعقد. كرمال هيك منبلش من فروة الرأس ونزور. هلأ رشينا هيدا الخليط، إذا حسيتوا بحكة استمرت دغري بتوقفوا إنكم ترشوا، أو دغري بتوقفوا إنكم تستخدموا هيدا الخليط إذا كنتوا عم تستعملوه على أكثر من يوم. هيدا الشيء بيعني إنه فروة رأسكم حساسة، وممكن تكون تحسست على هيدا الخليط لأنه هو بالنهاية خليط قوي، منه شيء ناعم كتير على فروة الرأس. طبعاً أكيد فيكم تكونوا عم تستخدموه كل يوم، بيكفي مرة واحدة باليوم، يعني منكم بعازة لا أكثر، بس أكيد فيكم تستخدموه كل يوم. المهم إنكم تحطوا هيدا الخليط بس يكون جاهز بالبراد، كرمال تكونوا عم بتحافظوا عليه وتاخذوا النتيجة 100% منه. للأشخاص يلي عندهم ربو أو عندهم مثلا ضيق بالتنفس، حاسين في التهاب على الصدر، الخليط نفسه يلي نحن غليناه بنفس الطريقة، بكل بساطة بتحطوه بجات هيك، ومن بعدها بتتنشقوا هيدا الخليط يلي موجود هون. اول شيء ما بخبركم قد ايه الريحه بتعقد، ثاني شيء هيك بتحسوا انه عم يفتح صدركم. اما للاشخاص يلي عندهم التهاب بالزعيم او عندهم رائحه فم كريهه، فهيدي الوصفه من تيتا، بتعرفوا ستي دائما بتعطيكم هيك افكار وانا باخذهم منها وبيجي بعطيكم اياها. القرنفل بكل بساطه بدكم تعالكوها، وحتى فيكم انكم تبلعوها لانه مثل ما قلت لكم فيها فوائد كثير كثير مهمه، فبكل بساطه بنعلكها ودغري رح تروح رائحه الدم، يعني احسن من احسن علكه لانه غنيه بمضادات الاكسده. هيدي كانت حلقة اليوم، يعني بنصحكن عن جد انكن ما تستغنوا عن القرنفل بالبيت. مثل ما قلت لكم سواء بكم تعلكوها سواء بكم طبقوها على شعركن، الفوائد رائعة يا بنات، والدغري رح تبلشوا تشوفوا النتيجة. اكيد مش من اول اسبوع، من اول اسبوع معقول تحسوا هيك شعركن ناعم، بس الوصفة بدها تقريبا شهرين لثلاث شهور من التطبيق لحتى تلاحظوا على شعركن بلش عم يطول عم يكثف، والتساقط تقريبا من اول شهر رح يخف. طيب يا حلوين، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس الاشعار، تابعوا جمالك على كل القنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تنسوا تعليقاتكم بخانة التعليقات رح كون أنا والفريق عم نقراها، وبشوفكم بالحلقات اللي جاي. باي باي.